بس بمناسبة الأرقام القياسية اللي أيمن بيتكلم عليها النهارده، طبعا لازم نقول إن ميسي حقق رقم قياسي مهم قول يا جدا. حبيبي، قول أصبح لحد يقول لك طبل. يلا 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 يلا، هات يا ابني هات لي الطبل يا ده حبيبي. حقيقة يا كابتن إسلام، مش وجهة نظر، حقيقي. اه ماشي، فاكت اتفضل. فاكت مش والله، قادر أتكلم، فاكت صح. حقيقة والله، مش وجهة نظر هنستنى والله، لغاية يوم الأحد الساعة والله 7:05 حقيقة ونشوف اللي هيحصل، يا إما هنكمل تطبيل. أنا هقول، بس أنا هقول أنا هجيب حاجتي، الكمانجة بتاعتي، أنا هقول أنت هات الكمانجة. أنا الفيولين كان دايما يقول لي الفيولين. أنا هقول حاجتي، اتفضل. اول حاجه اقول الحقيقه عشان الساده المشاهدين برضو اللي هم يعني عندهم شغف يعرفوا الحقيقه دي، اتفضل. ان ميسي اصبح اكثر لاعب في تاريخ الارجنتين، لاعب أيوة. الارجنتين كلهم يحرز اهداف في المونديال بعد ما وصل للهدف باتستوت. العاشر وكسر رقم باتستوتا. ماشي، دلوقتي 11. نعم، دلوقتي 11. اه دلوقتي 11. يوم الاحد ان شاء الله الساعه 5 بدون شك اكيد رونالدو هيمسك الريموت وهيقعد قدام التلفزيون عشان يتفرج على ميسي وهو بيلعب فاينل، الله اعلم قدام المغرب ولا فرنسا. بس اكيد بعد يوم الحد الساعه 7 اذا ميسي كسب اللقب، رونالدو اكيد يا كابتن اسلام هيقعد قدامه في التلفزيون. و دي الحقيقه الثانيه. حقه لا، في حقيقه ثانيه ان ميسي إيه؟ عادل كلوزا وعادل رونالدو الظاهره. واعتقد جيرد مولر، لا، في فكره ان هو اكتر لاعب ساهم في اهداف، يعني سجل وصنع، سجل 11 هدف وصنع 8. يعني من زمان ما شفتش ميسي بيلعب مع منتخب الارجنتين بهذه الروعه صراحه. تحس ان هو كبر واتظبط حلو، يعني اللي هو لا، هو حاسس كمان ان هي الاخيره، ان هي الاخيره بالنسبه زي الكوبا، هو كان حاسس ان ده اخر حاجه، دي اخر حاجه ليه مع المنتخب، فهو عايز، هو حاسس ان هو الضغط، حتى هو بيقول لك انا عيلتي معايا، ولادي، يعني الامور فعلا صعبه لدرجه ان هم ان ولادي اول في يوم ادوا، يعني الارجنتين في اعتقد مش عارف بعد دور ماتش دور 16 تقريبا كريم ادوا له يوم اجازه، لا ادوا له يوم اجازه مع يعني عيلته في مع قطر، اقعدوا روق كده، يعني هو الضغوط عليهم كبيره جدا. ما انا بقول لك هو الضغوط عليهم كبيره جدا. ما انا بقول لك هو عندما سئل قال لك انا ما بحبش السوشيال، انا ما بحبش السوشيال ميديا، ولما بنتغلب علينا ضغوط كتيره ما بتابعش، اللي عايز يشتم يشتم، واللي عايز يقول حاجه يقولها، واللي عايز يعمل حاجه يعملها. بصراحه برضه كابتن، هم ادوا له سيطره شديده جدا. يعني تخيل لغايه النهارده ديبالا مش، يعني رغم ان ده لسه لعب ثلث ساعه، لا يعني منتخب الارجنتين فعلا مفتقر للمواهب، وديبالا واحد من المواهب الشديده. بس الناس كلها عارفه طبعا ان ميسي مش على وفاق مع ديبالا، وميسي ما بيحبش ان ديبالا يكون في الملعب، لان ديبالا اسلوب لعبه بيروح لنفس الاماكن اللي ميسي بيلعب فيها، يعني ازمه شبيهه بازمه ميسي مع جريزمان. يعني ميسي كان دايما مش حابب ان جريزمان يجي من اتلتيكو مدريد لبرشلونه، لان جريزمان بيلعب في نفس المناطق اللي هو بيلعب فيها. كان ميسي يحب يلعب مع نيمار جدا، لان نيمار واخد الخط الناحيه الثانيه وبعيد عنه. فانا بصراحه هي ميزه وعيب. ميزه ان الفريق منصاع لكابتن الفريق وقائد الفريق ومسلمينه القياده، حتى شفنا مارتينيز بعد الماتش اللي فات بيبكي وبيقول احنا بنعمل كده عشان خاطر ميسي، وميسي هو السبب فرحتنا. يعني هم يعني مرتبطين بيه جدا. لكن بس خلي بالك برضو دي كانت بتحصل، دي بتحصل مع معظم الناس ايامنا، يقول لك ابو تريكه يا بركات. يعني خلي بالك بتحصل، ده طبيعي ان بيبقى في عندك لعيب هو الهيرو بتاعك، اللي بتقعد بتقول انا هموت نفسي الماتش ده علشان ابو تريكه يعتزل وهو مبسوط، فاهم قصدي؟ فدي بتحصل مع الناس كلها، بتحصل مع ناس كتير، مش ميسي بس، مش ميسي بس. وعلى الجانب الاخر مثلا، ما هو لوكا مودريتش، كل المنتخب الكرواتي قال لك احنا هنموت نفسنا الماتش اللي جاي، اللي فات يعني بعد ما كسبوا البرازيل، قال لك احنا هنموت نفسنا الماتش اللي جاي عشان لوكا مودريتش عايز يصل مره ثانيه، ودي هتبقى اخر مره. فنفس الفكره، ممكن ياخد رونالدو نفس الكلام كده، يعني ديبالا طيب. يعني لعيب عموما هنكمل كلامنا، لكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن المغرب تحلم بمعانقه المجد والتاريخ امام فرنسا، ونرجع نكمل. مدعوما بدعوات الملايين من الجماهير العربيه حول العالم، يخوض المنتخب المغربي الاول لكره القدم مساء غد الاربعاء الاختبار الأصعب في مسيرته بكأس العالم 2022 في قطر، حينما يواجه نظيره المنتخب الفرنسي أبطال العالم. ويداعب الأمل المنتخب المغربي وجماهيره في تحقيق إنجاز تاريخي أمام المنتخب الفرنسي بعد أن عانق الأسود التاريخ في المونديال حتى الآن بالوصول لدور الثمانية ثم لدور الأربعة، وهما إنجازان لم يسبقهم إليه أي منتخب عربي عبر التاريخ.
كما أن الوصول للمربع الذهبي لم يحققه أي منتخب إفريقي أيضا من قبل، لتظل بذلك مسيرة المنتخب المغربي في مونديال قطر بغض النظر عن نتيجة المباراة ستكون محفورة في أذهان وقلوب محبي الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة السمراء. ورغم المجموعة الصعبة التي تواجد فيها فريق المدرب الوطني وليد الركراكي التي ضمت منتخب كرواتيا وصيف النسخة الماضية للبطولة والمنتخب البلجيكي بالإضافة لمنتخب كندا، تربع المنتخب المغربي على الصدارة برصيد 7 نقاط، وفي دور 16 وصل المنتخب المغربي مشواره الرائع بعدما تخطى عقبة المنتخب الإسباني بفوزه عليه 3-0 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف. كان منتخب المغرب على موعد مع إنجاز تاريخي جديد ببلوغ المربع الذهبي في المونديال إثر فوزه 1-0 على منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، وصار منتخب المغرب الذي يشارك في المونديال للمرة 6 في تاريخه 3 منتخب من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يتواجد في المربع الذهبي لكأس العالم بعد منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. وتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة عقب فوزه 4-1 على أستراليا في الجولة الافتتاحية و 2-1 على منتخب الدنمارك بالجولة الثانية قبل أن يخسر أمام منتخب تونس، وانتصر منتخب الفرنسي 3-1 على نظيره البولندي في دور 16 قبل أن يتغلب 2-1 على منتخب إنجلترا في دور 8 محققا فوزه الأول في تاريخه على منتخب الأسود 3 في كأس العالم ليبلغ الدور قبل النهائي من البطولة التي توج بها عامي 98 و2018. وفي ظل غياب العديد من النجوم عن المنتخب الفرنسي قبل انطلاق البطولة بسبب الإصابة، لكن الفريق شق طريقه بنجاح نحو بلوغ المربع الذهبي بكأس العالم للمرة 7، وتمكن الثلاثي كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان من ملء هذا الفراغ، حيث يقدم الثلاثي أداء استثنائيا في المونديال حتى الآن. ويتصدر مبابي قائمة هدافي النسخة الحالية للبطولة قبل انطلاق الدور قبل النهائي برصيد 5 أهداف متفوقا بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقي جيرو وكذلك الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.